العين سوبرفيشال تمبرال ومكسيلري صح؟ يلا نشوف سوبرفيشال تمبرال ارتري كيف هي. اولا تيز ارايز او بيجينز از سمول ولا لارجر؟ سمول ارنا برانش اوف اكسترنال كاروتيد ارت انسايد جلاند باروتيد زيل باسز ابورد تو ليف ذا باروتيد جلاند فروم اتس ابر اند خرج من الابر اند بتاع الباروتيد جلاند. السنه الجايه ناخدها رسم تلاقوا ان الارت ده خارج من الابر اند بتاعها مين ده؟ ده السوبرفيشال تمبرال. نكمل. طب هو طالع من الابر اند وباروتيد جلاند بعد كده مشي ازاي؟ ابور ان فرونت اوف ذا اوريجن كروسنج على العظمه. مين العظمه دي؟ زيجوماتيك باش تو ريتش تمبرال ريجن وير ات اندز باي جيفينج تو برانشز انتيرير وبوستيرير. وساعات يسموهم التو برانشز دول فرونتال وبرايت اسم العظم اللي نايمين عليه. كورس مش صعب. تفتكروا بيدي ايه برانشز وبعدين اكمل معاكم؟ ميدل تمبرال. ايه رايكم؟ اوريجن من الفرونت مش من الباك. ابر بارت اوف ذا اوريجن. سكان تمبرال ريجن. ميدل باروتيد ترانسفيرس. دي الباروتيد. الانديلر تو باروتيد. صح؟ وهو في الباروتيد وبعد ما ساب الباروتيد بين تو برانشز يمشي لقدام. وهو في الباروتيد يمشي يدي برانش يمشي بعرض الفيس كده بعد ما خرج يدي برانش تاني راح للاوربت لمنطقه الاوربت. يلا نشوف البرانش بقى بعد اللي انتوا قلتوه اوريكولار سكان جلاندولار. كمان عندنا اتنين بالعرض تحت وفوق الزيجوماتيك ارش. تحت الزيجوماتيك ارش ترانسفيرس فيش واللي فوق اهو شايفين يا جماعه وصفين ده كورسبوند تو زيجوماتيك ارش مش مرسوم بس حبيت احطه علشان نشوف الفرق بينهم. مين ده؟ ترانسفيرس فيشال ارتري برانش من الاكسترنال من السوبرفيشال تمبرال وهو جوه قبل ما يدخل يعني. زيجوماتيك اوربيتال وده بيطلع برضه من السوبرفيشال تمبرال بعد ما خرج وراح يغذي الايلتس. بس خلاص ده السوبرفيشال تمبرال هو موجود في الكتاب في جزء ده غير الدكتور هيمش هيفتحه ويبص فيه ويجيب منه. اوكي يا جماعه؟ لكن ادينا خدنا فكره عنه ان هو مش صعب. هو موجود مكتوب في الكتاب فين؟ تبع بلاد سبلاي اوف ذا سكان. بس لو موجود تبع بلاد سبلاي اوف ذا سكان. ماكسيلرا ده ارتري قوي ومحترم في كورس بس بوش ريليشنز. احنا هنركز عليه كورس وبلاش. بوش ريليشنز بلغيه لا مش مكتوب له ريليشنز. بوش ريليشنز كان لسه اضحك عليكم. مانديبولار فيرست؟ عايز تقول ايه؟ يلا اسمع.
first هو المانديبلر لانه معاه بيجيب الانفانت برافو عليك والسكند هو التريجويد هو حد يقول بتريجويد البيلر موضوع تريجويد على طول الثيرد بارت هو التريجويد بتاعك طب يا دكاتره ما تيجي تقولوا معايا كورس لازم انا اقول كورس هقول ايه بيجنز كاس لارجر ولا سمول لارجر تيرمينال برانش اوف ذا external cord inside gland دي الجلاند اللي احنا فيها بارود الجلاند زين الباسز اورو ليفينج ذا جلاند ليفينج بالظبط ليفينج ذا بارود الجلاند زين باس ليف للليكو ماندبل تاني تريتش ذا لوور بوردر اوف لاترال تريجويد ذيس از ذا فيرست باس يعني ممكن وانا باص كورس احط ثلاث علامات فيرست باس اول من اول الجلاند الباس تاني تريتش ذا لوور بوردر اوف لاترال تريجويد سكند بار الباس upward or forward, so over the lower head of the lateral tree, but sometimes in the lateral tree. Third bar, it busts between two heads of the lateral tree, but like dips. الشباس مش بخبطوش dips يعني يدخل في العمق يعني. هو ماشي forward or upward. فكر عمل ايه؟ It bends deeply. بدل dips, dips يعني زي الكون جاي. وتنزل الفرسانة الثانية ديبس يعني انك انت بتسقط الفرسانة بلاش بتسقط بيخش الارتري بتاعي البنز ديبلي ستوين ستو هيدز اوف لاترال تريجويد تو ريتش التيرجو بلاتال فوسا التيرجو بلاتال فوسا دي ليها باب بدخل من منه عشان اوصل الفوسا اسمه تيرجو ماكسيلاري فيشر تيرجو ماكسيلاري فيشر يبقى الارتري بتاعي بيعدي من ثلاث حاجات او حاجتين عشان يوصل لاوضه يعدي كده بتوين تو هيدز اوف لاترال تريجويد هيلاقي فيشر اسمه تيرجو ماكسيلاري فيشر ادخل منه الاقي نفسي في الاوضه اللي اسمها تيرجو بلاتال فوسا فاهمين؟ تمام يلا نتفرج على الصور بدون شبكه العضله دي لاترال تريجويد اللي هو هيد اوف لاترال تريجويد تيرجو بلاتال فوسا خلاص هو الكورس خلص في الصوره اللي فاتت من غير كلام كتير برانش فيرست بارت 25 برانش واحد لوحده لتحت واربعه لفوق بص كده تحت ده المكتوب ده الوحيد النازل لتحت الارض ده النازل لتحت رايح فين اقول له ورايح لفين وتقول لي ينفع اسمه نزل تيب للريبوس مانجو لقى شغال او فتحه اسمها مانديبلا فورم راح دخل فين هو هقول لي مانديبلا دخل فيها ومشي في مانديبلا كلام لقيت الانسايس او انت الفورم من اسم فرعيه من البرانش انسايس مين الارض ايوه كيرو ايه الانجلر blood supply the lower speech هو مستمر هتشوف دلوقتي الكورس ده الاربعه اللي طلعوا لفوق بصوا معايا اثنين قدام ورا الاوبننج ده مين ده؟ ده اكسترنال اوديتوري بيتس الاسكالا ما فيهاش اوريك ازاي ده؟ جزء من الانبوبه او الطالق اللي بيوصل للاير درام طالعين اكسترنال اللي هي منين؟ دي اوريك كلها كابلاجز الاوريك دي بتجمع الصوت عشان يمشي في نفق النفق ده الاوتر بارت منه كابلاجز زي اوريك والانر بارت بول اللي هو جزء من السكال الانر والاوتر بارت من الطنل ده اسمه اكسترنال اوديتوريميتس في السكال بتشوف الجزء البولي بس منه فهمتوا؟ تمام الارض الامامي ده اسمه انتيرو تمبانيك وده دي اوريكولار هنعرف كلمتين على كل واحد الانتيرو تمبانيك مش رايح فين؟ اللي بيجي سبلاي ذا لايننج جزء من جوه ويدي الانر سنس بتاع الدرام نفس الجمله اللي قلناها على اي لكن الديب اوريجنال بيخترق الكارتيلاجينس بارت بتاع الاكسترنال انتربيتس ويدخل يغذي الاكسترنال انتربيتس لغايه الدرام شايف الاوتر سنس من بره يعني يبقى دلوقتي دي الدرام خدنا بلاد سبلاي من بره ومن جوه من جوه اي اوتر سنس بيغذيها من جوه لكن دلوقتي انا معايا ايه؟ اوريجنال هنطلع الاسامي دلوقتي الاثنين اللي طالعين دول واستخبوا ورا العضله دي الاثنين دول اخوات الاثنين اسمهم ميلينجا واحد اسمه ميدل ميلينجا الارتري وده ليه حته افلايد كده مهمه واحد اسمه اكسترا ميلينجا الاثنين هيطلعوا لفوق دي اللاتر تريجويد بيدوروا على ايه؟ بيدوروا على فتحه في الجهاز التذكر يدخلوا منها على الميدل كلين الفوسطه يغزوا الميلينجيز اللي كده انا حكيت الحكايه بتاعت الفيرست بارت على بعضها تعالوا بقى نشوف برانش برانش يلا اساميهم بالاول الفيرست بارت مين ده؟ مين ده؟ الجيريو انفر
تمام.